السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتور محمد نجيب عبد الله، أستاذ البطنة والجهاز الهضمي والكبد والمناظير في كلية طب القصر العيني، وهبقى مع حضراتكم النهاردة إن شاء الله في أول حلقة من الأبدومينال إكزامينيشن، اللي هو يعني هيبقى concerned about the symptomatology of الأبدومينال كيسز أو السيمتومز بتاعة الأبدومينال كيس. الأول خلينا نبقى فاهمين ان الابدومن ده مكان قد يتبادر الى ذهنكم اوتوماتيكالي، ان لما انا بقول ابدومن يبقى انا بتكلم فقط على الجاسترو انتستينال تراكت، انما طبعا ده كلام مش صحيح، لان زي ما التشست بيحتوي على اللانجز وعلى التراكية وعلى الهارت وعلى الميدياستاينم، ايضا كذلك الابدومن بيحتوي ايضا على الكيدنيز وعلى اليوريترز وعلى اليورينري بلادر وعلى الاوفريز واليوترس بالنسبه للفيميلز، وعلى طبعا بيعتبر طبعا الاكسترنال جينيتاليا من ضمن طبعا الابدومينال اكزامينيشن. وعلشان كده اصلا ان البي في اللي هو البير فاجينال اكزامينيشن والبي ار اللي هو البير ريكتال اكزامينيشن هم بارتس اصيلين جدا جدا من الابدومينال اكزامينيشن. فيهمنا ان احنا علشان خاطر ندرس لازم نقسم اي سيستم الى مجموعه من الحاجات. يعني انا مثلا لما هاجي اتكلم على الكارديو فاسكولار يبقى انا هقول انا عندي ليفت سايدد سيمتومز او ليفت سايدد هارت سيمتومز، عندي رايت سايدد سيمتومز، عندي كومن سيمتومز، حاجات بهذا الشكل. طيب ما بالنا بقى بالجي اي تي؟ الجي اي تي عندنا upper gastrointestinal tract، وده بيبدأ من أول الماوث مرورا طبعا بالفارنكس والأسوفيجس ثم الاستومك ثم الديودينم. المفترض ان هو لغاية الديودينم ده اسمه upper intestinal أو upper gastrointestinal tract، ولكن الحقيقة ان هو الابر جاسترونتستينال تراكت بيمتد اكتر من كده شويه في السمول انتستن لغايه حاجه اسمها الليجمنت اوف تيتس. اللي ما بعد ذلك اسمه لور جاسترونتستينال سيستم او لور جاسترونتستينال تراكت او لور جي اي تي سيمتومز، اللي هي بقيه السمول باول ومعاها طبعا اللارج باول او الكولون، وطبعا انتهاء بقى طبعا بالريكتم، واخيرا خالص الانال كانال والانس. إذا دي الرحلة بتاعتنا. طبعا لما أنا أقول ابتداء من الماوث معناه إن كل الحاجات اللي في سكتنا معانا في الجي أي تي، معانا في الجاسترونتستينال تراكت، بما معناه إن التيث معانا وليها وظيفة في الجاسترونتستينال تراكت، بما معنى إن لو عندي مشاكل في التيث هتأثر على الجاسترونتستينال تراكت. كذلك التونج، كذلك الانسايد اور بوك البكة الميوكوزا يعني الانسايد بتاع الماوث الميوكوزا اللي لايننج الماوث، كذلك البالت، كذلك التونسلز، كذلك وهكذا، كذلك حاجه اسمها البايريفورم فوسا اللي هما الناحيتين اللي اراوند الانترنس بتاع التراكيه، وبعد اللي هو في الفارنكس، ثم بعد كده الفارنكس، بعد كده حاجه اسمها الكريكو فارنجس اللي هي العضله اللي ما بين الفارنكس وما بين بدايه الاوسوفيجس برضو لو فيها مشكله، ثم مرورا طبعا بالاوسوفيجس وما الى ذلك. خلينا نبدا، احنا عندنا حاجه اسمها الابر جاسترو انتستينال تراكت سيمتومز، لور جاسترو انتستينال تراكت سيمتومز، بعدين عندي طبعا سيمتومز ريليتد للليفر، عندي سيمتومز ريليتد للبيلياري سيستم او الجول بلادر والبيلياري سيستم، عندي سيمتومز ريليتد للسبلين، عندي سيمتومز ريليتد لليورينري تراكت للجينيتو يورينري، وعندي طبعا حتى كمان عندي اكسترا انتستاينال مانيفستيشنز وعندي اكسترا هيباتيك مانيفستيشنز لبعض الامراض. خلونا ما نسبقش الاحداث، نبدا اول حاجه بالابر جي اي تي سيمتومز. اول ابر جي اي سيمتومز اللي هو النوجيا والفوميتنج. النوجيا اللي هو يعني التندنسي او السنس اوف فيلينج ذات يو وانت تو فوميت بات نوت actually vomiting، اللي احنا بنقول عليها بالعربي الغثيان او غممان النفس، ان الواحد يبقى حاسس انه عنده الرغبة في القيء ولكن لا يحدث القيء. اما الحاجة اللي بعد كده هو القيء نفسه اللي هو الفوميتنج. طيب اذا كان
الفوميتنج ده هو طعام او افرازات او حاجات بهذا الكلام اسمه فوميتنج. اذا كان هذا الفوميتنج حاجه سبيشال وهي بلاد يبقى ساعتها اسمها هيماتيميسيس. كلمه اميسيس باللاتيني معناها فوميتنج. وعشان كده حتى لو تذكروا اني بنقول مثلا في الفارماكولوجي الحاجات المضاده للقيء اسمها انتي ايميتيك، يعني المضاده للاميسيس. الستات اللي بيرجعوا كتير جدا جدا في البدايات الحمل اول 3 شهور بنقول عندهم هايبر ايميسيس، يعني قيء زياده عن اللزوم، وبعدين بما انه متعلق بالحمل اسمه جرافيديرم، يعني بتاع الجرافيدي، بتاع الجرافيدي اللي هو جرافيدا اللي هو يعني البريجننسي. امال كلمه هيم يعني ايه؟ هيم يعني بلاد، اعتقد طبعا الكلمه شرحه نفسها. فاذا هيماتيميسيس يعني الاميسيس اوف بلاد، اذا تقيؤ الدم او قيء الدموي هو ده الهيماتيميسيس. بعدين عندي عرض اسمه او سيمتوم اسمه ديسفاجيا. كلمه ديس يعني ديفيكولتي، فكلمة ديسفاجيا يعني في صعوبة في الفاجيا، صعوبة في البلع. تمام؟ ديسفاجيا إذا عندي صعوبة في البلع. هذه الصعوبة قد تكون فقط difficulty في البلع أو مجرد إحساسنا بعملية البلع، ده اسمه ديسفاجيا. أما لو في عندي ألم أثناء الوجع أثناء البلع اسمه إيه؟ ما اسموش بقى ديسفاجيا ولكن اسمه أودينو يعني pain، والداينوفيجيا يعني pain during الديجلوتيشن أو during الswallowing. regurgitation، regurgitation معناها إيه؟ معناها السنس إن الجاستريك كونتنت سواء كانت فلويد سواء كانت فود حتى sometimes لو كانت يعني جازز ولكن عملت شوية burning، كل ده هيبقى اسمه regurgitation. ده مختلف تماما تماما عن الفوميتنج. الفوميتنج ده حاجه فورسبل، حاجه فيها ماسل كونتراكشن، فيها ان الواحد يقع حاجه اكتف. انما الريجرجيتيشن دي حاجه باسيف، انك بس تحس ان الفلويد الجاستريك جوس او الفود او وات ايفر اي جاستريك كونتنت ابتدى انه يرجع ويرتجع عكس الاتجاه اللي هو الارتجاع اللي هو الاحساس بالريتروسترنال بيرنينج او بالريجرجيتيشن اوف جاستريك كونتنت. العرض بعد كده اللي هو الابيجاستريك بين. كلمه ابيجاستريك يعني اللي في قصاد الاستومك، اللي هو كلمه جاستريك جاستريم يعني استومك وابي يعني قصاده او فوقيه. اذا الابيجاستريم واحنا عارفين طبعا من الاناتومي من سنة تانية على ما أعتقد، الأناتومي كان بتاع الأبدومي في سنة تانية، إن الأبدومن متقسم بخطين طول وبخطين عرض. خطين الطول دول اللي هم الميد كلافيكولر ميد انجوينال على اليمين وعلى الشمال، ومتقسم بخطين بالعرض اللي هو السب كوستال لاين اللي هو اللاين اللي تحت الكوستال مارجن، أو بيسموه الترانس بايلوريك لأنه بيعدي في البايلورس بتاع الاستومك، والخط اللي تحت منه اللي هو الانتر كريستال اللي هو عند سوبيريور يعني بارت اوف ذا كريست بتاعه الهيبس بتاعه الهيب بولتس، بيتقسم الى 9 كوادرانتس. هذه التسعة كوادرانتس اللي هو الرايت هايبوكوندريم والليفت هايبوكوندريم يمين وشمال، والابيجاستريم، ثم الامبليكال اللي هو طبعا فيه الامبليكس، وطبعا رايت وليفت يعني لوين، وبعد كده اللامبر، وبعدين السوبرا بيوبيك. دول طبعا الناين كوادرانتس بتوع الابدومينال اكزامينشن زي ما احنا طبعا عارفينهم طبعا في الاناتومي. اذا الابيجاستريم هو البين اللي في الكوادرانت اللي جاست بيلو الزيف ستيرنم واباف طبعا الامبليكال ريجون او الامبليكال كوادرانت اللي هو احنا بنسميه باللغه العربيه الدارجه كده المعده او فم المعده. المنطقه دي هي اسمها الابيجاستريم، وطبعا بيجي فيها ابيجاستريك بين، وطبعا اسباب الابيجاستريك بين قد تكون جاسترايتس، قد تكون بيبتيك ألسر، قد يكون حاجات في الكولون، قد يكون حاجات كتير. عندي بقى شويه كومن سيمتومز اللي هو الهارت بيرن اللي هو الفيرم انت بقى ما حسيتش بالريجرجيتيشن ولكن حسيت بالافكت بتاعه اللي هو الهارت بين بيرن اللي هو الحرقان، احساس بتاع الحرقان، انك تحس ان في حاجه كده نار او حاجه بتحرق.
طالعه من الابيجاستريم للسترنم او على التشست. بعدين في حاجه اسمها الووتر براش، انك انت تحس بيه ان في سائل طلع من تحت على الفم، او ايركتيشن اللي هو التكريع. بعدين عندي الديسبيبسيا اللي هو الفيلينج اوف ديسكومفورت، او اللي هو عسر الهضم، او الاحساس بالامتلاء، او الاحساس بالالم اللي ما بعد الاكل. كل دي طبعا تندرج تحت مقوله او تحت لفظ الديسبيبسيا. ايه بقى الاسباب بتاعت الفوميتنج؟ اسباب الفوميتنج عندي اسباب موضعيه، يعني حاجات موجوده في الاستومك او الابر جاسترونتستينال تراكت، كل الجاستريك ليجنز، يعني جاسترايتس، بيبتيك ألسر، جاستريك ماس، جاستريك بوليب، اي اتش بايلوري انفكشن عامله جاسترايتس، ميكانيكال اوبستراكشن، اريتيشن، حد اكل يعني اكل يعني ما 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 مش كويس، ما قدرش يهضمه كويس. كل ده اسمه بريفرال كوز او لوكال كوز اوف فوميتنج. عندي كمان ما ننساش ان في كنترولز، هاير كنترولز للفوميتنج فوق اللي هو الفوميتنج سنترز وكده والتزيدات والحاجات دي، ان هم بيبقى في عندي سنترال كوزز زي الانكريزد انتركرانيال تنشن، زي السريبرال هيمرج، وزي بعض الادويه اللي ممكن اذا اتاخدت تاثر على السي تي زد بتاع اللي في البرين وتؤدي الى طبعا فوميتنج. ما ننساش ايضا ان في بعض الميتابوليك كوزز، اشهرهم طبعا الديابيتيك كيتو اسيدوزز واليوريميا اللي هي بتاعت الرينال فيلير، ايضا دول برضو ممكن يعملوا اريتيشن للفرينك نيرف وللدافراج، ويؤدوا طبعا الى سام سورت اوف ريفلكس فوميتنج واريتيشن طبعا للابدومن، ويعملوا ابدومينال بين وفوميتنج. طيب احنا قلنا ديسفاجيا يعني painful في pain في ال during ال swallowing. عندي بقى كمان حاجة اسمها polyphagia. polyphagia يعني واحد يشتكي بان هو شهيته زيادة جدا، بياكل كتير جدا ومع ذلك بيخس. عندي أربع أمراض مشهورة جدا جدا جدا، جبنا سيرتهم ليه في الأبدومن؟ لأن أشهر حاجتين إن العيان ده يبقى عنده mal absorption أو يبقى عنده intestinal parasites. mal absorption يعني معناه إن هو عمال ياكل والأكل اللي بياكله ده مش بيهضمه ومش بيمتصه، فمش مستفيد منه، او الاكل اللي هو بياكله ده فيه ضيف تقيل الدم هو مستفيد بيه عنه اللي هو بارازايتس اللي هي الطفيليات. عندي طبعا حاجات ميتابوليك، قد يكون الدايابيتس ميليتس طبعا يبقى عنده بوليفيجيا وبوليديبسيا ومع ذلك ممكن يبقى عنده ويت لوس، وكذلك الثايروتوكسيكوزز او يعني فرط نشاط الغده الدرقيه ايضا هيؤدي الى بوليفيجيا وذ ويت لوس. نيجي بقى للديسفاجيا. الديسفاجيا دي عندي upper causes للديسفاجيا، يعني حاجات related للأبر أسوفيجس، زي مثلا الميوتونيا والديستروفيكا والميوسايتس والترو اند سودو بالبر بولس، يعني حاجات كلها موجودة في النيورولوجي. أو قد يكون عندي حاجات local زي مثلا فورين بودي، زي ستريكشر، زي ويب، زي الناس مثلا اللي كان بياخدوا كوروسيفز، حاجات بالشكل ده. وايضا في عندي بعض الحاجات الميديكال اللي هي زي المكسديما ممكن تعمل لي ابر اوسفاجيال ديسفيجيا. طبعا برضو كذلك الانفكشنز، يعني لو حد عنده مونيليزز، عنده سايتوميجالو فيروس، عنده حاجات بالشكل ده، من الممكن ايضا ان يبقى عنده ديسفيجيا. طيب نيجي بقى لللور ديسفيجيا، يعني اللي يقول لك انا حاسس بصعوبه بالبلع ويشاور كده على اللور بارت بتاع الاسترنم. اللور ديسفيجيا ده او اللور اوسفيجيال ديسفيجيا ده مهم جدا جدا، لان الامراض بتاعته طبعا ممكن تكون مالجنسي برضو، ولكن قد يكون حاجه اسمها سكليروديرما، دي حاجه هناخدها في الروماتولوجي والكونكتيف تيشو ديس اوردرز، بتبقى مشهوره جدا، سندروم اسمه كريست سندروم ريليتد للسكليروديرما. بيبقى معاهم اوسفيجيال ديسموتيليتي، يعني صعوبه في الموتيليتي بتاعت الاوسفيجس، فيبقى عندهم لور اوسفيجيال ديسفيجيا. او مرض اسمه اكاليزيا. اكاليزيا عشان بس نبقى فاهمين، دي متقسمه لكلمه ا يعني نو، وكاليزيا يعني ان اللور بارت او الكارديا بتاعت الاستومك مش بتفتح بشكل كويس، فده معناه ان انا مش قادر يحصل فيلير اوف ريلاكسيشن للور بارت بتاع الاوسوفيجس، اسمه اكاليزيا.
بالاضافه ايضا ان في واحده من الديزيزز اللي ليهم سيستميك يعني افكت برضو ممكن ياثر على اللور بارت بتاع الاوسوفيجس، حاجه اسمها شاجز ديزيز ايضا ممكن يعمل لور اوسوفيجيال طبعا ديسفيجيا. اذا دي الديسفيجيا الاسباب بتاعتها. طيب اسباب الهيماتيمسيس، زي ما احنا قلنا ان هو سبب الهيماتيمسيس هو اي بليدنج من الابر جاسترونتسينال تراكت بروكسيمال للجوجينم او للديدينو جوجينال جانكشن او زي ما احنا قلنا الليجمنت اوف تشانس. تمام، زي ايه؟ اي مرض بقى انت تتخيله من اول الزور العيان لغايه الجوجينم. اذا ممكن يبقى فورين بادي انجري، بيبتيك السر، ان نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري، اوسوفاجايتس، ديودينايتس، مالوريفايستير. المالوريفايستير ده سندروم على اسم عالم اسمه مالوريفايس، او هما اتنين يعني اكشولي، ان هو فوميتنج من غير ما يبقى المعده فيها اكل، فيبتدي ان يحصل تير بسيط جدا في الاوسوفاجيو جاستريك جانكشن، الميوكوزا اللي ما بين الاوسوفيجس وما بين الاستومك، يحصل فيها تير صغير. هذا الميوكوزا البريك او هذا التير يؤدي الى بليدنج، وهذا البليدنج يؤدي طبعا الى هيماتيمسيس، طبعا مالجننسي، سواء بقى كانسر اوسوفيجس، كانسر استومك. طبعا الكانسر ديودينم نادر شويه ولكن ممكن يحصل فيه ليمفوما او حاجات بالشكل ده. اي بوليب موجوده، اي سب يعني ابيثيليال ليجن، ممكن يحصل شويه التريشن على الميوكوزا اللي اون توب ويحصل معها طبعا هيماتيمسيس. طبعا الاوسوفاجيال والجاستريك فيريسز طبعا دي من اشهر الاسباب. اشهر سببين طبعا هم الفيريسز والالسرز، يليهم على طول طبعا المالجنسي. اذا لما يجي لي عيان بهيماتيمسيس، لو عيانه مثلا عندها هيستوري ان هي بتاخد نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري، قال لك انا كان عندي اتش بايلوري اللي هو الجرثومه المعده الحلزونيه وما تعالجتش، او لونج ستاندنج ستريس، او سموكر، او الكحوليك، او حاجه بالشكل ده، يبقى ممكن يكون طبعا السر. اذا كان هو عنده كرونيك ليفر ديزيز ومانيفستيشنز اوف كرونيك ليفر ديزيز، يبقى هفكر طبعا في فيريسز. لو هو كبير في السن وخصوصا مثلا برضو لو سموكر او الكحوليك او كده، وعنده ماركت ويت لوس وكاشيكسيا وانوركسيا، يبقى هفكر ساعتها طبعا في مالجنسي. ولكن طبعا 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 اي عيان عنده هيماتيمسيس لازم اهم انفستيجيشن يتعمل له طبعا هو الابر اندوسكوبي، عشان اقدر ان انا اعرف ايه هو الكوز اوف الهيماتيمسيس، ومن ثم اقدر ان انا اعالجه بالشكل المناسب. تمام؟ طيب نيجي بقى على اللور جي اي تي سيمتومز. اللور جي اي تي سيمتومز اللي هو الابدومينال بين بقى، اللي هو يقول لك بطني وجعاني، بعيدا بقى عن الابر جي اي تي، بعيدا عن الابيجاستريم. قد يكون هذا الوجع على شكل مغص، يعني كوليك، يعني حاجه بتمسك وتفك، يعني حاجه ماسكولار بتقفش وبعدين تريح، بتقفش وبعدين تريح. اكشوالي الكوليك از ا كاركتر اوف بين، انما ممكن يكون اي بين تاني، يعني ستيتشنج بين، ستابنج بين، فيج ديفيوز ابدومينال بين، دراجنج بين، هيفنس. حد مثلا لو في عنده اورجانو ميجل يبقى حاسس ان الحته دي كان في عليها تقل. لو واحده مثلا في ميل وعندها يوتيراين فايبرويد، فالفايبرويد وزنه جامد، تقول لك انا حاسه عندي تقل تحت في البلفس، كل ده اسمه بين. طبعا بعد كده الديستنشن، ابدومينال ديستنشن. طبعا ابدومينال ديستنشن ده وات ايفر الديستنشن سببه ايه، ليه ديفرنشال دايجنوزز. قد يكون هذا الديستنشن جاز، قد يكون هذا الديستنشن فلويد زي اسايتس، قد يكون هذا الديستنشن فيتس يعني في يعني يعني بريجننسي، قد يكون هذا الديستنشن فات ذا واحد اوريدي هو بس اوبيز، وهكذا. كل دي طبعا اسباب طبعا للديستنشن. طيب بعدين برضو عندي اللي هو الفلاتولنس، والفلاتولنس ده ممكن يكون معاه البلتشنج، والبلتشنج ده هو يعني شبه شويه الايركتيشن بس بيحصل ممكن بغصب عنك. برضو طبعا الفيل اوف اندايجيشن، يعني ان بطنك تبقى مستريحه بس بعيدا عن الابيجاستريك اريا، ودي برضو شبيهه جدا بالديسبيبسيا. وطبعا طبعا لا ننسى ان يبقى عندي حاجه اسمها دياريه، وطبعا عندي حاجه اسمها كونستيبيشن. طيب لما يجي عيان يشتكي يقول انا عندي اسهال،
انا يهمني اصلا ان انا ابقى متاكد ان الديفينيشن بتاعه ومعلومه هذا المريض عن الدياريه صحيحه. لان sometimes لو واحد بس يعني اكل ودخل الحمام يقول عليه اسهال، لو بس حصل شويه تشينج كده بسيط يبقى يقول عليه اسهال. sometimes العيانين يجي يخش الحمام ما يعملش يعتبر ده اسهال، وده هي دي اللي انا عايز يعني انبهكم ليه. فلما العيان يقول لك انا عندي اسهال، اساله انت قصدك ايه باسهال؟ يعني ايه هو اللي انت بتقوله يعني ان هو عندك اسهال؟ اذا قال لك لا ده انا بحس ان القوام لين خالص وكانه ميه، ماشي يبقى ده اسهال. لو يقول لك انا كنت متعود بخش مره كل يوم ولا مره كل يومين، بقيت بخش دلوقتي 3 4 5 مرات كل يوم، لا يبقى ده هو اسهال. اذا لازم اساله القوام بتاع الاسطول is it formed or not، عدد المرات الفريكوانسي، هل الدايريه دي معاها ميوكس معاها بلاد، طب هل الدايريه دي ليها لون معين، لان مثلا في المال ابزوربشن ونتيجه ان هو مش هينزل بايل بيجمنتس في الاسطول هيبقى، وطبعا في فات كتير في الاسطول نتيجه ان ما حصلش ابزوربشن للفات، ده هيخلي الفات لونه كلي كولرد يعني لونه صايص كده لونه عامل زي الابيض المصفر. برضو لو عيان عنده ميلينا ممكن يبقى عنده دايريا نتيجة ان البلد ده ابتدى ان هو يعمل اريتيشن للجاسترونترال تراك ولكن هيبقى لونه بلاك، وهكذا. برضو كذلك الاودر، لو هو مثلا فيري فاول اودر يبقى ده معناه برضو ممكن ان قد يكون في انفكشن او اندايجيشن او كده. طيب اكوردنج بقى لمكان الدايريا في الجاسترونترال تراك او لور جاسترونترال تراك يجي شكل الدايرية. لما يكون سبب الدايرية ده في السمول انتستين ما بيكونش خلاص حصل لسه الووتر ري ابزوربشن اللي هو بيحصل في السمول انتستين، فعادة العيانين دول بيشتكوا بووتري دايرية اللي هو يبقى دايرية with marked water content. بينما لما يكون الامراض المتسببة في ذلك هي الكولون وبيكون اوريدي خلاص حصل الموست اوف الووتر ابزوربشن، عادة الكولونيك كوزز بتبقى ممكن معها ميوكس ممكن معها باس ممكن يبقى معها ايفن بلاد وسامتايمز ممكن يبقى معها تينيزمس. هنشرح التينيزمس ده دلوقتي حالا يعني ايه كلمة تينيزمس. دي الاسباب بتاعت الابدومينال بين. عارفين طبعا في حاجات اكيوت ابدومينال بين، قد يكون الاكيوت ابدومينال بين دي حاجات خطيرة جدا زي الديابيتك كيتو اسيدوزز. ما ننساش ان ممكن ده يكون ريفيرد بين من حاجة اباف الديافراجم زي الميوكارديال انفاركشن زي البلوريزي زي البريكاردايتس زي البيزل نومونيا. ما ننساش ان ممكن يكون ده بيريتونيال ديزيز زي الناس اللي عندهم حاجة اسمها فاميليال ميديترينيان فيفر، هتعرفوا الكلام ده طبعا كله بالتفصيل ليتر اون. زي هيماتولوجيك ديزيز زي الناس اللي عندهم بورفيريا، ممكن يكون البانكرياتايتس، ممكن حتى ايفن ابدومينال ابيليبسي يعني اللي هو الباراسمباثيتك، ممكن ابدومينال انجينا يعني حاجه فاسكولار العيان لما ياكل يبتدي انه يحصل ابدومينال بين. عندي حاجات بقى كرونيك ابدومينال بين زي الناس اللي عندهم بيبتيك السر، سباستيك كولون، كرونيك بانكرياتايتس، كرونيك كوليسيستايتس، كرونيك سالبنجو اوفرايتس يعني انفلاميشن او باس جوه الفالوبيان تيوبس بتاعت الستات. كل دي اسباب للبين. طيب اذا نرجع تاني للدايريه، احنا قلنا طبعا في تشينج في فريكوانسي، عشان اقارن اقول دايريه لازم اقارن بالنورمال باول هابت بتاعه العيان، لازم تكون اكتر من 3 اضعاف النورمال باول هابت بتاعه العيان، وعاده ان الفوليوم بتاعها يكون اكتر من 200 جرام اذا العيان جمعها، وان الكونسيستنسي بتاعتها طبعا تبقى لوس. طبعا اسباب الدايريه كثيره جدا جدا، كل انفكشنز، بارازايتس، مال ابزوربشن، ثايروتوكسيكوزز، حاجات بقى اللي هي الانفلاميشن بقى اللي هي انفلاماتوري باول ديزيز زي الالسرتيف كولايتس والكرونز ديزيز، سيلياك ديزيز طبعا اكيد نسمع عنه اللي هي بتاعت حساسيه القمح. طبعا اسباب الدايريه يعني ممكن يكونوا 100 سبب. في عندي بقى حاجات بقى اسمها سبيوريوس دايريا اللي هو العيان اللي يقول لك انا عندي كونستيبيشن، بالذات في العيانين الاولد ايج يقعد يبقى عنده كونستيبيشن فتره فتره فتره، بعديها يقول لك بعديها بقى الدنيا ايه، يقعد ياخد بقى في ملينات ويشرب ويعمل وبتاع، يقوم بعد كده الدنيا تفك معاه. ده مش ترو دايريا،
ده مجرد ان الاستول جمع عنده كتير جدا جدا نتيجه ان هو بقى عنده مثلا فيكال امباكشن او عنده ريداندنت كولون او عنده يعني الموتيليتي بتاعت الانتستين عنده بقت بطيئه او عنده مثلا حاجه سيرجيكال مثلا زي عنده شويه اكسترنال يعني كومبريشن او فايبرز مثلا ضغط على الباول مثلا نتيجه اوبريشنز فيبقى عنده ادهيجنز مثلا في البلفس او الابدومينال كافيتي. وبعد شويه لما الاوبستراكشن ده يبقى باي باس او السبب ده يحصل عليه تراكم يبقى فولود بعد كده بدايريا جامد جدا جدا لمده يوم وبعدين يرجع يخش في السايكل بتاعه الكونستيبيشن تاني. فلما عيان كبير في السن يقول لك انا عندي دايريا اساله طيب هل الدايريا دي بتيجي بعد كونستيبيشن ولا لا؟ لانها غالبا هتطلع في الاخر سببها فيكال امباكشن. طيب نيجي بقى للقصه بتاعه الكونستيبيشن. زي ما احنا قلنا برضو ان الدايريا ده اكتر من 3 أضعاف الحاجة اللي هو كان متعود عليها، كذلك الكونستيبيشن معناه انه اقل ب3 مرات من الحاجة اللي هو متعود عليها. يعني لو هو بيعمل كل يوم يبقى نستنى بعد 3 ايام نقول ان ده كده يبقى عنده كونستيبيشن. لو هو بيعمل 3 مرات كل يوم، لو هو جه يوم ما عملش نقدر نقول على ده كونستيبيشن. اذا في منها اسباب فانكشنال زي الناس اللي هي مثلا تبقى مشهوره قوي جدا في البنات اللي هي تقول لك انا اقرف ان انا اخش تويلت بره البيت، انا ما احبش، فيبقى عندها يجي لها الديزاير اوف ديفيكيشن ولكن تقعد تكتمها مره في 2 في 3 فالكولون بتاعها بعد شويه يكسل والترانزيت تايم بتاعها يكسل. او عندهم دايتري هابتس ان هم ما بياكلوش فايبرز كتير، ما بيشربوش سوائل كتير، او ان بقى عندهم الريتبل باول سندروم وجاي بكونستيبيشن وسباستيك كولون. عندي حاجات اورجانيك. يعني ايه حاجات اورجانيك؟ يعني حاجات ميكانيكال زي ستريكشر، زي مالجنسي، زي باراليتيك ايلياس نتيجه مثلا سيفير بين، او نتيجه مثلا الكترولايت امبالانس زي الهايبوكاليميا. في بعض الادويه بتعمل كونستيبيشن زي الاوبييتس، زي الكودايين، زي الالومنيوم انتاسيدز. عندي اسباب اندوكراينال، اشهر 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 شهير بيعمل كونستيبيشن في الاندوكراين هو الهايبوثايرويديزم او الميكسيديما. عشان كده اي عيان لما يجي لك عنده كونستيبيشن لازم هعمل له بوتاسيوم عشان ما يبقاش عنده هايبوكاليميا، لازم هعمل له الثايرويد ستيميوليتنج هرمون اللي هو التي اس اتش عشان اطمن ان ما عندوش ميكسيديما. وطبعا اتاكد ان ده هل ده ميكانيكال اوبستراكشن ولا لا، هل ده فانكشن، اسال على الباول هابتس، بيشرب كويس بتاع. طبعا انا دايما بخاف من الريسنت اونست كونستيبيشن، انما لما يجي لي العيان يقول لي انا عندي كونستيبيشن من زمان، من وانا بنت صغيره، من قبل ما اصلا ما البيريود تيجي لي، والكونستيبيشن شغال معايا بقاله 10 او 15 سنه. انا لما العيانه تقول لي كده انا بطمن، لان غالبا ده احنا بنتكلم على فانكشنال كونستيبيشن. محتاجه تشينج ممكن في الباول هابتس، محتاجه ممكن تشينج في الووتر كونتنت، محتاجه حاجات بهذا الشكل. برضو لو الكونستيبيشن ده حاجه يعني جايه في سن كبير لازم طبعا اقلق منها، عشان دائما ابدا لما بسمع كلمه كونستيبيشن اكتر حاجه بخاف منها ان يبقى عندي underlying malignancy. اوكي تمام. عندي بقى حاجة تانية اسمها absolute constipation اللي هو مش بس مش بيعدي ستول ولكن ايضا مش بيعدي جازز. اللي مش بيعدي جازز ده اسمه absolute constipation، يعني مقفولة ضبة ومفتاح، معناه ان انا عندي mechanical obstruction complete obstruction، معناه ان دي حاجة surgical. ليها لفظ تاني الابسولوت constipation ده اسمه obstipation، مش constipation، obstipation، يعني obstruction و patient بعد كده، يعني obstruction كامل للديفيكيشن. عندي بعد كده طبعا bleeding per rectum، لازم اعرف ده stool وفيه blood ولا frank blood ولا ميلينا يعني لونه اسود ولا ايه بالظبط، كميته، التايم، الفريكونسي، duration. الميلينا هو ان يبقى لونه اسود وده غالبا upper GI bleeding،
وعدى الجاسترونتسال تراكت يعني عدى ال 6 متر سمول انتستين وعدى ال 150 سنتي بتوع اللارج انتستين. فطبعا حصل الاسيد هيماتين, حصل فيه دايجشن الاسيد هيماتين واصبح لون البلد ده اصبح لونه غامق لونه اسود. اما البليدنج بالريكتم اللي بيبقى لونه فريش لونه احمر اسمه ايه؟ اسمه هيماتوكيزيا. هيماتوكيزيا يعني باسج اوف بلود من الانال كانال او من الانس. ممكن في ساعات عيانين يجوا يشتكوا يقول لك انا لما بعمل ستول بلاقي زي وايت ثريدز كده نازله او زي شريطه بيضه كده نازله, ده عيانين بيبقى عندهم باسج اوف بارازايتس. ده سام تايمز ممكن يبقى سمبتوم. نيجي بقى للتينيزمس. التينيزمس او الديزنتري دي حاجه ودي حاجه. طيب يعني ايه تينيزمس ويعني ايه ديزنتري؟ طيب لما يكون الدياريا مصحوبه بالكثير من الميوكس او بس او بلاد ده كده بقى اسمه ديزنتري. امال يعني ايه تينيزمس؟ تينيزمس يعني العيان يخش الحمام يقعد يحزق 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 يحاول انه يعمل ستول ما يجيبش ستول ولكن ممكن بس يعدي شويه ميوكس, دي اسمها تينيزمس. اللي هي اسمها ايه بقى بالعربي؟ اسمها التعنيه. اذا التعنيه مش معناها انه بيخش الحمام كتير ولا التعنيه معناها انه عنده اسهال. كون انه دخل الحمام كتير عشان خاطر عايز يعمل ستول ومش قادر يعمل ستول ده مش معناها انه عنده دايريا, معناها انه عنده تينيزمس. Both tenesmus and dysentery they are يعني بيدوني ايحاء ان انا عندي rectal disease او عندي rectal irritation. زي ما احنا قلنا الميلينا هو upper GIT bleeding عادي خالص خالص تمام ونازل, او ممكن sometimes lower GIT ولكن حاصل بمعدل ابطأ شوية فالبلاد قعد فترة كافية انه يبقى دايجست. امال ايه بقى اسباب الفريش بليدنج بالريكتم؟ اخطر سبب واهم سبب واكتر سبب بقلق منه هو الكانسر كولون. علشان كده ما فيش عيان يجي بفريش بليدنج بالريكتم ما يعملش كولونوسكوبي. هيقول لك قليل, هيقول لك حصل مرة واحدة, هيقول لك اصل انا نمت تحت المروحة, اصل انا خدت برد, اصل انا بنت خالتي حصل لها كده وما طلعش عندها حاجة. كل ده مش مبرر. بليدنج بالريكتم ما دام انا خايف ان ده يطلع كانسر يبقى لازم يعمل كولونوسكوبي. امال ايه الاسباب المشهوره؟ البايلز طبعا اللي هي البواسير والدايفرتيكولار ديزيزز او بوليبس او تيلانجكتيزيز او فاسكولار اكتيزيز, ودي طبعا ممكن تعمل هيماتيمسيس وممكن تعمل ميلينا اسكيميك كولايتس. او طبعا لو الميلينا شديده جدا 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 يعني اللي هو بقى الابر جي اي بليدنج بروفيوز وماسف لدرجه ان البلاد بينزل تحت مش لاحق انه يبقى دايجستد ممكن يعمل فريش بليدنج بالريكتم, وساعتها طبعا العيان هيبقى هايبوتنسيف وهيبقى شوك وهيبقى ماركت يعني. طيب هل يكون ان لون الستول لونها غامق او اسود ده نيسيسري ان هو يبقى بليدنج؟ لا, ممكن في اسباب اخرى غير الميلينا للدارك ستولز, زي الناس اللي بتاخد اقراص فحم اللي هو الشاركول, زي العيانين اللي بياخدوا ايرن سبلمنتس, او في بعض الادويه اللي بتستخدم في التريتمنت بتاع الاتش بايلوري بتبقى محتويه على البيزمث وده ايضا ممكن يعمل كده. اما للريد ستولز ايه؟ عندي ادويه مشهوره جدا جدا اشهرها طبعا الريفامبسين, ده بيخلي لون اليورين اورنج كلر وممكن يخلي لون الستول ايضا ريد كلر او كده. ايضا البيت روتس بيضاء, ايضا فينولز وما الى ذلك. تمام؟ قلنا خلاص احنا اسباب الكرونيك ابدومينال بين. طيب ايه بقى المانيفستيشنز اوف الليفر سيل فيلير؟ اذا احنا قلنا دلوقتي upper gastrointestinal tract symptoms, lower gastrointestinal tract symptoms, نخش بقى على الهيباتيك symptoms. طيب نسال نفسينا سؤال, هو الليفر ده مكون من ايه؟ مكون من ليفر سيلز, والسيلز دي عامله بقى طبعا اللي هي البليتس وعامله طبعا الاسيناي والحاجات اللي هي بتاعت العامله زي البتاع بتاع الشمع بتاع النحل ده اللي هو الهكساجونال ده اللي احنا طبعا فاكرينه طبعا من ايام الهيستولوجي.
وكذلك ايضا عندنا في النص اللي هو البورتال، يعني في ما بين الاسيناي المختلفه عندي حاجه اسمها البورتال ترياد، ودي فيها طبعا بورتال فين والبيلري راديكال وبرانش من البورتال فين، وعندي في النص طبعا اللي هو السنترال فين اللي هو بيجمع فيها طبعا السيناسويد، وعندي طبعا اللي هي البرانشز كلها بتاعه البورتال فين او البورتال سيركيليشن. اذا انا بالنسبة لي الليفر ده مكون من vascular system ومكون من cellular system. علشان كده أنا ممكن يبقى عندي manifestations related للportal obstruction أو portal fibrosis ونسميها portal hypertension، ده نتيجة إن pressure عالي جدا جدا في portal vein والbranches بتاعة portal vein، ومن ثم الhepatic sinusoids اللي هي موجودة في وسط الأسيناي. أو قد يكون السبب إن عندي destruction للسيلز بتاعة الليفر زي حالات مثلا الهيباتيتس أو الليفر سيل فيلير أو الأدوية أو التوكسينز أو الحاجات اللي بهذا الشكل، فهيبقى ساعتها الليفر غير قادر على القيام بالفانكشنز بتاعته اللي هي طبعا synthetic function وdetoxifying functions وحاجات بالشكل ده. طبعا حضراتكم يبقوا يحضروا المحاضرة بتاعة الليفر سيروزز بتاعتي، أعتقد إذا لم تخني الذاكرة هتبقى يوم 26، يعني أعتقد الأسبوع القادم هنتكلم فيها طبعا بقى باستفاضة شوية، إحنا دلوقتي بنتكلم في الكلينيكال. إذا أنا يهمني إيه هي المانيفستيشنز، فأنا بقسم إلى manifestations of liver cell failure، ودي طبعا هيبقى عندي abdominal distension ولو الليمب إديما. ليه؟ نتيجة إن العينين دول هيحصل لهم hypoalbuminemia، هذه الhypoalbuminemia هتقلل البلازما oncotic pressure، فهيبتدي إن يحصل extravasation of يعني البلازما أو serum into the abdominal cavity اللي هي هتعمل لي ascites. الascites هيجي على شكل إيه؟ هيجي على شكل abdominal distension. هذا السولت اند ووتر ريتينشن ايضا اللي بيحصل نتيجه ان الانتي دايريتك هرمون عندهم مش بيتكسر، فكذلك ايضا هيزود السولت اند ووتر ريتينشن. كذلك الهايبو البومينيميا زي ما هيجمع فلويد في الابدومين هيجمع فلويد في الجسم كله، هيعمل لي حاجه اسمها لور ليمب ايديم. ايه الحاجه الثانيه؟ الليفر سيلز دي المفترض ان هي بتكسر توكسينز، التوكسينز دي بتطلع على البرين ممكن تعمل ديستربنس في السليب، فهنلاقي ان عندهم العينين بتوع الليفر سيروزز او الليفر سيل فيلير هيبقى عندهم ديستربنس اوف سليب ريذم، يعني اللي هم يناموا بالنهار ويصحوا بالليل عاملين كده زي طالبه سنه خمسه يعني. نفس القصه دي نتيجه ان في توكسينز للبرين، ايضا ممكن هنلاقي ان العينين دول بيحصل لهم abnormal behavior personality changes. الحقيقه الحاجات بتاعت حاجه اسمها hepatic encephalopathy او hepatic encephalopathy اللي هو affection للبرين بسبب الليفر سيل فيلير وتراكم التوكسينز دي في البرين، هتعمل ديس انهيبيشن للسنترز اللي موجوده في الفرونتال لوب، ويبتدي بقى العيان بقى يخرف ويبقى عنده ايموشنال ابيليتي ويبتدي يعيط ويبتدي يحصل له مشاكل في الميموري ومشاكل في السبيتش، وممكن تتفاقم جدا جدا لدرجه ان يحصل ديستربنس في الكونشس اللي هو بيبتدي الاول بحاجه اسمها هيباتيك بري كوما يعني ما قبل الكوما، وتنتهي في الاخر بالهيباتيك كوما. طبعا الليفر سيلز ايضا مصنوع زي ما مصنوع يعني مسؤوله عن تصنيع الالبومين والبلازما بروتينز، ومسؤوله ايضا عن الدستركشن اوف التوكسينز اللي مفترض ان هي ممكن تطلع على الجسم، ايضا مطلوب منها ان هي تعمل الكواجيليشن فاكتورز طبعا زي ما حضراتكم عارفين الفايرو فاكتور بقى 2 و5 و7 وكده، الحاجات دي كلها اللي هي بتاعه الكواجيليشن فاكتورز. وطبعا معناها انه لما العيان ده هيبقى عنده ليفر سيل فيلير الحاجات دي مش هتتصنع كويس، فهيبقى عنده بليدنج تندنسي. برضو كذلك هذا الديستركشن بتاع الليفر سيلز مش هيعمل ابتيك كويس للبيليروبين، وكمان هيبقى فيه شويه اديما وديستركشن للبايل كانيليكيولاي اللي هي ما بين البليتس بتاعه الليفر بليتس او الهيباتوسايت بليتس اللي هي بتكون الاسيناي، فالعينين دول طبعا هيجي لهم جوندس، وهذا الجوندس هيبقى يمانيفست اتسلف باي يلوش ديسكالريشن اوف السكين اند ميوكس ممبرينز، واشهر ميوكس ممبرين
بيبان فيه طبعا قصه الجوندس دي هو طبعا السكليرا، فهنلاقي العينين دول يبقى عندهم يلو سكليرا، ودي من ضمن الحاجات اللي هنبقى نشوفها في اخر مرات بتاعه كلينيكال اكزامينشن لما هناخد الجنرال اللي ريليتد للابدومينال كيس. الحاجه الثانيه ليفر فاسكولار فيلير اللي هي المانيفستيشنز بتاعه البورتال هايبرتنشن. دلوقتي لو فرضنا فرض جدلي ان صلاح سالم واقف، هناخد ايه؟ هناخد طبعا طريق النصر، بلاش. لو دلوقتي المحور واقف هناخد ايه؟ هناخد الدائري. اذا الجسم دايما معد ان لما يبقى مكان اوبستراكتد في فاسكولار اوبستراكشن لازم بيبقى فيه كولاترالز او باي باس عشان اقدر اعدي هذا البلد، لان البلد حاجه فايتال ولازم توصل للاورجنز. هذا الباي باس او هذه الكولاترالز موجوده في حاجه اسمها بورتو سيستميك شانس. يعني ايه بورتو سيستميك؟ يعني شانس او تفريعات او يعني باي باسز ما بين البورتال سيركيليشن وما بين السيستميك سيركيليشن. هذه البورتال شانس ليها اماكن كتيره جدا، ليها مكان في اللور بارت بتاع الاوسوفيجس عشان كده لما هتتفتح هتعمل اوسوفيجيال فارسز، ليها اماكن في اللور بارت بتاعت الريكتم والانس فعشان كده ممكن يحصل معها بايلز. هذا البورتال هايبرتنشن نفسه هيكبر السبلين عشان خاطر ده السبلين هو اللي بيفضي البلد بتاعه على البورتال سيستم، فهيبقى السبلين كونجستد وانجورجد ويز بلد. طبعا برضو هيتفتح البورتو سيستميك شانس دي في اماكن اخرى، ريترو كيفال ومش عارف ايه وحاجات زي كده، برضو دي هنبقى نقولها في النظري الاماكن بتاعه البورتو سيستميك شانتنج. ولكن اللي يهمنا بقى المانيفستيشنز بتاعه البورتال هايبرتنشن دي. اول حاجه طبعا احنا قلنا فارسز، اذا الفارسز دي ممكن تحصل لها رابشر اوف اوسوفاجيال اور جاستريك فارسز، والعيان ممكن يجي بهيماتيمسيس او ممكن يجي بميلينا لو البليدنج مش جامد قوي، او ممكن يجي ببليدنج بالريكتم نتيجه البايلز، او ممكن يجي بالليفت ابر ابدومينال بين نتيجه حدوث السبلينوميجالي. نيجي بقى للجول بلادر. الجول بلادر دي لازقه في الاندر سيرفيس بتاع الليفر، مكانها في التيب اوف الرايت ناينث كوستال كارتليج، يعني تحت البلو البوني الكارتليجنس كيج على طول. وده الوجع بتاعه هيعمل رايت هايبوكوندريال بين، ولكن لا ننسى ان الحته دي سبلايد بالفرينك نيرف اللي هو الكرينيال نيرف 4، فممكن الوجع ده يسمع في الرايت شولدر وممكن يسمع في الباك، لان كل ده نفس النيرف اللي بيغذي الدايفراج. السبلين اللي هو في الليفت هايبوكوندريم ممكن هيبقى علشان لما يكبر، هو السبلين نفسه مش بيوجع الا لو حصل مثلا سبلينك انفاركشن فيبتدي يحصل بيرسبلينايتس نتيجه ان بيحصل اريتيشن للسبلينك كبسول، وده هيعمل ستيتشنج بين. ولكن الوجع الاشهر ان السبلين يكبر شويه، وده هيبقى على شكل هيفينس او على شكل دراجنج بين. فاذا انا السبلين بين ممكن قد يكون ستيتشنج لو انا عندي سبلينك انفاركشن او سبلينك ابسس وعندي رياكشن على السبلينك كبسول اللي بنقول عليها بيرسبلينايتس، او قد يكون دراجنج او هيفنس نتيجه طبعا سبلينك انلارج. لا ننسى يا جماعه ان الهيماتولوجي يشترك معانا في الابدومينال اكزامينشن، لان الهيماتولوجيك ديزيز هتكبر الليفر وهتكبر السبلين وهتعمل لنا ليمف نودز وكل الكلام الجميل دون. فعشان كده الجماعه بتوع الهيماتولوجي الاكزامينشن بتاعهم هو نفسه هو الابدومينال اكزامينشن. فلما الاقي عيان عنده سبلين كبير، ما انساش ان زي ما السبلين ده بيكبر بسبب بورتال هايبرتنشن او بسبب مثلا انه هو في يعني كونجشن اوف بلاد، لا ننسى ان السبلين ده بارت اوف الريتيكلو اندوثيليال سيستم اللي هو ريليتد للهيماتوبويتيك سيستم، وهو ده المكان اللي بيكسر ايضا الار بي سيز، وان هي دي الفانكشنز بتاعت السبلين. فاذا السبلين محسوب ايضا على الهيماتولوجي، فما ننساش ان احنا نسال على البون بينز نتيجه طبعا الاريتيشن اللي حاصل في البون مارو والسترنال تندرنس زي عيانين اللوكيميا.
نسأل على body swelling اللي هو عشان الليمفادينوباثي، ونسأل طبعا على المانيفستيشنز بتاعت البان سيتوبينيا يعني اللي هي انيميا و يعني decreased immunity وrecurrent infections نتيجة ان الوايت بلاد سيلز قليلة. وطبعا بالنسبة للبليتلتس هنسأل طبعا على البليدنج تندنسي وعلى الابيستاكسس وعلى البيتيكي اللي هي الحاجات اللي كلها اللي هي ممكن العيان يشتكي منها. نيجي بقى للرينال سيمتومز. الرينال سيمتومز هنتقسم ايضا الى upper urinary اللي هي related طبعا لل pelvis renal pelvis والrenal calcicis، وده هيجي على شكل loin pain او renal colic، طبعا ممكن يجي على شكل هيماتوريا، ممكن طبعا يبقى نكتوريا وبوليوريا، ده هي العيان هيجي ممكن sometimes يجي يشتكي لك، او اوليجوريا او dark urine يعني change of color of urine، او يقول لك ريحه اليورين زفره عامله زي السمك، ده نتيجه ان عنده بروتونوريا. ممكن نلاقي العيان ده مورم وعنده puffiness وعنده upper limb swelling وعنده lower limb swelling. وده يفكرني ان انا اقول لكم ان ايضا العيان اللي هيبقى جاي عنده نيفرولوجيك ديزيز او يعني يورولوجيك ديزيز ايضا هيجي لك تعمل له examination abdominal examination. اذا الابدومينال examination مشتركه مش بس ما بين البطن وما بين الجراحه، ولكنها ايضا مشتركه ما بين الجاسترونتستينال او الهيباتولوجي او الجاسترونترولوجي، وما بين ايضا الهيماتولوجي، وما بين ايضا اليورولوجي اللي هو المسالك البوليه الجراحه يعني، او ايضا النيفرولوجي. كل دي حاجات الاكزامينيشن بتاعهم هو ابدومينال اكزامينيشن. طبعا برضو زي ما احنا قلنا ان ممكن يبقى عنده سيمتومز اوف يوريميا اللي هي نتيجه الاريتيشن نتيجه الاكيوميليشن اوف اليوريميك توكسينز، وده ممكن يجي على شكل فوميتنج، ممكن يجي على شكل هيكف، ممكن يجي على شكل اتشنج نتيجه ان الحاجات ده بتترسب في تحت السكين، او ممكن يجي باثينيا او ويكنس او انيميا او حاجات بهذا الشكل، او بون بينز زي العينين بتوع رينال اوستيوديستروفي، تشيست بين نتيجه البلوريزي نتيجه تراكم اليوريميك توكسينز في البلورا. خدوا بالكم طبعا انا مش مطلوب منكم قوي قوي ان انتوا تبقوا فاهمين قوي الامراض وبتحصل ازاي، لان ده كل ده لسه هيتقال تاني 500 مره بعد كده في سنه سته، ولكن بس احنا بنقول دلوقتي السيمتومز وبنجمع الاسباب علشان بس حضراتكم تبقوا عارفينها. كذلك برضو العينين بتوع اليوريميا ممكن ايضا بيبقى عندهم بليدنج تندنسي نتيجه ان بيحصل لهم كواجيليشن ديفكتس، وطبعا ممكن يبقى عندهم اي ميجور اورجان افكشن فيلير، ممكن يحصل بايريتابيليتي وانفيرشن اوف سليب ريث، وايضا عندي حاجه اسمها يوريميك انسيفالوباثي او يوريميك انكيفالوباثي زيها بالظبط زي الهيباتيك انسيفالوباثي او الهيباتيك انكيفالوباثي، وقد تتطور ان يحصل كونفولجنز وفيتس، او كمان ممكن يحصل منها ايفن كوما للناس اللي عندهم ادفانسد يوريميك سيمبتومز. أمال اللور يورينري تراكت إيه؟ اللور يورينري تراكت اللي هي بنتكلم على طبعًا على اليورينري بلادر واليوريثرا، ممكن العيان ده يشتكي بديسيوريا يعني حرقان في البول أو صعوبة في البول، ممكن يشتكي بفريكونسي أو إيرجنسي يعني مش قادر يعني يمسك نفسه، ريتنشن وإنكونتيننس، ممكن يشتكي طبعًا بهيماتوريا ولكن الهيماتوريا هتبقى في آخر اليورين خالص حاجة اسمها تيرمينال هيماتوريا، او نكتوريا يعني ان هو سوري نيكروتوريا يعني ان هو بينزل نيكروتيك تيشو نيكروتيك ماتيريال في اليورين، وده طبعا بيبقى عاده ساين اوف مالجنسي. في طبعا اسباب كتيره للهيماتوريا زي الستونز زي الجلوميرول نيفرايتس زي التيومرز زي الانفكشن زي الفاسكولايتس زي البليدنج تندنسي. وفي اختبار مشهور جدا عشان اعرف انا سبب الهيماتوريا ده ايه اللي هو الثري تيوبس تيست، اللي هو انا بطلب من العيان انه يورينيت في كل في ثلاثه تيوبس، لو اول تيوب بس هي اللي بلاد وبقيه التيوبس سليمه معناه ان كان في شويه بلاد في الاول وبعدين لما جه عليه اليورين العادي حصل له دايليوشن وراح خالص، يبقى معناه ان المشكله اللي عندي دي مشكله يوريثرال خلاص حاجه في الاكسترنال يوريثرال بارت كنال. طب لو كل التيوبس يعني كل اليورين احمر يبقى ده رينال كوز، معناه ان في بليدنج من فوق، معناه ان كل اليورين اللي نزل في اليورينري بلادر اوله ونصه واخره كله مليان بلاد. لو بس عندي بلاد في الشويه الاخرانيين خالص
اللي هو بيحصل فيهم بلادر كونتراكشن، هما بيبقى فيهم الحزق بتاع اخر بارت من اليورينيشن، فيبتدي ان لو عندي ألسر او عندي تيومر او عندي بوليب او عندي حاجه زي كده تبتدي تنزف. فاذا لو عندي اللاست تيوب بس هي اللي فيها هيماتوريا يبقى غالبا انا بتكلم على يورينري بلادر ديزيز. ايه اسباب الدارك يورين؟ طبعا اسباب الدارك يورين اشهر واهم واكتر سبب للدارك يورين هو الصيام الكونسنتريتد يورين، ان واحد ما يشربش ميه كفايه. يلي بعد كده ان يبقى طبعا في جوندس او الدارك يورين بتاع البليدنج اللي هو الدارك سموكي يورين اللي هو بتاع الجلومينفرايتس، او انه يبقى ريد يورين زي الناس بتوع الهيماتوريا او الناس اللي بياخدوا ريفامبيزين لسه قايلينه من شويه. تمام. طيب الجينيتو يورينري، طبعا كان في سطر كده ده غلط ده ما انسوه ده. جينيتو يورينري طبعا اللي هو هيبقى عندي على شكل بيلفيك بين او لور ابدومينال بين، ديسبارونيا يعني بين ديورينج الانتركورس ده بالذات للفيميلز، لو عندها طبعا سيرفايكال ديزيز او عندها فاجينال ديزيز او عندها حاجه بالشكل ده ألسريشن او انفكشن او كده او ماس او كده، فاجينال ديسشارج وفاجينال بليدنج، منسترال ديستربنسز طبعا لازم نفكر في حاجات اندوكراينال، امبوتنس طبعا في الميلز، كل دي اسباب طبعا مهمه جدا. طيب احنا عمالين نتكلم على حاجات ميديكال وقلنا ان احنا لا ننسى ان الابدومينال اكزامينيشن ده مشترك ما بيننا وما بين الجراحه. ايه بقى طبعا السيرجيكال كوزز بتاعه الاكيوت ابدومين؟ احنا قلنا الميديكال كوزز من شويه، وقعدنا نقول الدايابيتيك كيتو اسيدوزز، وقلنا اليوريميا، وقلنا حاجات حاجات بالشكل ده. طبعا في عندي حاجات سيرجيكال وهي دي الاهم بتاعت الاكيوت ابدومين، زي ان يبقى عندي اكيوت ابندسايتس، زي ان يبقى عندي بيلياري كوليك او اكيوت كوليسيستايتس، زي ان يبقى عندي بيرفوريتد بيبتيك ألسر وعامله بريتونايتس، زي ان يبقى عندي انتستينال اوبستراكشن، زي ان عندي رينال كوليك، زي ان يبقى عندي اكيوت بانكرياتايتس، كل دي اسباب بتعمل اكيوت ابدومين. طيب هنفرق بينهم ازاي؟ سهل جدا جدا. اي بين يا جماعه لازم نبقى نعمل له اناليسز، يعني لما عيان يجي يشتكي يقول لك انا عندي وجع لازم نساله اسئله كتيره جدا جدا. اول حاجه بنساله على الانست والكورس والديوريشن، يعني الوجع ده حصل امتى، بيزيد ولا بيقل، وبقاله معاك قد ايه، وبعدين بنسال بعد كده على السيفيريتي، يعني وجع شديد قوي قوي لدرجه نزلت المستشفى ورحت وخدت حقنه وعلقت المحلول والدكتور قال لي وكنت بموت وافطس، ولا بين محتمل ونزلت ورحت الشغل ويعني كان عندي شويه مغص وده ده ده. طبعا بعد كده يهمني طبعا ان انا اسال على السايت، المكان بتاعه مكانه فين، رايت هايبوكوندريم، ايبيجاستريم، ليفت هايبوكوندريم، ديفيوز ابدومينال، كل الحاجات دي لان طبعا اناتوميك اللي هيبقى ريليتد للاورجنز اللي موجوده في الحته دي. بعدين خامس سؤال او اساس سؤال الكاركتر بتاعه، يعني الكاركتر بتاعه ده ستابنج ستيتشنج بيرنينج هيفينس كوليكي، كل ده اسمه كاركتر اوف بين. التسميع بقى، هل الوجع ده مسمع في حته تانية؟ لسه قايلين من شويه لو حد عنده جول بلادر ديزيز ممكن هيسمع في الباك او ممكن هيسمع في الشولدر، لو حد عنده بيبتيك ألسر والبيبتيك ألسر دي ابتدت ان هي انفيد الاوتر لاير من الجيدينم يبقى ممكن طبعا، وابتدت ان هي تخش على السيروزال اوت لاين ايضا هيبقى ساعتها ممكن يبقى في ريفيرال اوف بين تو ذا باك. لو عيان عنده بانكرياتايتس برضه هيبقى بيشتكي ببيجاستريك بين ومسمع طبعا في الباك وهكذا. وطبعا يهمني اعرف ايه الاسوشيشن، يعني واحد عنده ايبيجاستريك بين وعنده نوزيا وفوميتنج يبقى بتاع، واحد عنده مش عارف ايبيجاستريك بين وبيفوميت بلاد، واحد عنده ايبيجاستريك بين وعنده مثلا كونستيبيشن وهكذا. فاذا ده وبعدين طبعا الساينز بتاعتي اللي في الاكزامينشن. طب اشهر حاجه طبعا الاكيوت ابندسايتس. الاكيوت ابندسايتس اول ما بتبتدي بتبقى دال ايكنج بيري امبيليكال. دال ايكنج بيري امبيليكال. البنات اللي هم في سن ال 14 و 15 و 20 اللي هم بيجي لهم الابندكس يشتكي الاول يقول لك انا عندي بين، كان عندها بين دال ايكنج اراوند ذا امبيليكس، وبعدين مع الوقت ابتدى البين يشتد جامد جدا جدا، وبعدين نزل بقى لوكالايزد اكتر في الرايت ايليك فوس. اول ما العيان يقول لك الشكل ده او العيانه تقول لك الشكل ده شك على طول في اكيوت ابندكس. طيب ايه الحاجات اللي بتزود الوجع؟ اللي بيزيد مع الحركه، يزيد مع الهيب اكستنشن، يزيد مع الكف،
يقول لك العينه وتقول لك وانا جايه مع العربيه مع الرجرجه الوجع عمال يزيد نتيجه ان في بيريتونيال اريتيشن. ممكن طبعا يبقى مع البين السيفير ده يبقى عندي يعني فيجل اريتيشن سيمتومز او فيجل تون سيمتومز، فيبقى العيانه عندها نوزيا وفوميتنج. وطبعا كلينيكالي لما هدوس على الماك بيرنيز بوينت، ودي بوينت في الرايت الياك فصه، هنشوفها طبعا في الكلينيكال اكزاميشن. لما ندوس هيبقى فيه تندرنس، ولما نشيل هيبقى فيه ريباوند تندرنس، يعني لما ادوس فيه وجع واول ما اشيل ايدي كمان يبقى فيه وجع نتيجه الاريتيشن اللي بيبقى حاصل للبريتونيل، وده علامه بريتونيل اريتيشن. طبعا ممكن يبقى معاها شويه كونستيتيوشنال سيمتومز زي الفيفر، وطبعا لابوراتوري ممكن يبقى عندهم اللوكوسايتس تبقى عاليه اللي هو بيبقى عندهم لوكوسايتوزس، بس اي انفكشن في الدنيا هيعمل لنا لوكوسايتوزس، فهي ما هياش حاجه سبيسيفيك. طيب الحاجه الثانيه اللي هي الاكيوت كالكولار كوليسيستايتس او البيلياري كوليك، ده وان اوف ذا سيفيرست بينز. ثاني اكيوت كالكولار كوليسيستايتس ببيلياري كوليك ده وان اوف ذا سيفيرست بينز. لو بيل عد عيان عنده بيلياري كوليك نتيجه بيلياري اوبستراكشن وبيشتكي، ده one of the severest pains. It's very 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 painful. في الأول ممكن بيبقى كوليكي يعني يجي ويروح، أو ممكن related للميلز، ممكن بعد شوية يبتدي إنه يبقى continuous، ممكن يسمع بيبقى مكانه في الرايت هايبوكوندريم، ممكن يسمع في الباك، ممكن يسمع في الرايت شولدر. في البدايات بيبقى بيزيد مع الفاتي ميلز وبعد كده بيبقى كونستانت. ممكن برضو بيبقى معاه ممكن فيفر ورايجورز لو عندي كولانجايتس، وممكن يبقى معاه نوزيا وفوميتنج. وزي ما احنا قلنا في بوزيتيف مكبرني تحت، عندي فوق حاجه اسمها بوزيتيف ميرفيز بوينت اللي هي التيب اوف ناينث كوستال مارجن، اول ما نحط ايدنا عليها تلاقي العيان فط ونط. ممكن برضو يبقى معاه كونستيتيوشنال سيمبتومز، وطبعا الانفستيجيشن او الدياجنوستيك تيب تيست بتاعنا هو الالترا ساوند. ولو عندي اوبستراكشن طبعا للبيلياري تراكت يبقى لازم هعمل ERCP اللي هو منظار القنوات المرارية أو Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography علشان خاطر أشيل الأوبستراكشن وأشيل الستون، أو ممكن حتى أركب ستنت علشان أبايباس الأوبستراكشن. طيب Perforated Peptic Ulcer أو أي Peritonitis عموما نتيجة Ruptured Viscus، ده بيبقى sudden، حاجة فجأة فرقعت وبعدين وجع فظيع شنيع في الهول أبدومن، بيزيد مع الموفينج وبيهدى خالص خالص لما العيان يبقى لاينج او ستاند ستيل، يعني ما بيتحركش ومقلل النفس خالص خالص. ممكن يبقى معاه نوزيا وفوميتنج. اهم ساين ليه ان طبعا بيحصل فيها ابدومينال ريجيديتي وتندرنس وريباوند تندرنس، ولما اجي احط السماعه هلاقي مفيش ساوندز نتيجه البريتونيال اريتيشن. وطبعا لو عملت اكس راي هلاقي ان عندي اير اندر دايفراج نتيجه ان الهواء اللي موجود جوه الهولو اورجان ده طلع بقى موجود في البريتونيوم، وطبعا الاير هيفلوت اباف طبعا الباول، فهيبقى موجود على شكل اير بوكيتس اندر سيرفيس اوف الدايفراج. ان انتستينال اوبستراكشن في الاول هيبقى كوليكي وبعدين يبتدي يزيد جدا جدا، وهيزيد طبعا مع الاكل والشرب. وطبعا لو هو طبعا كولونيك هيبقى ابسولوت كونستيبيشن، لو هو اباف يعني سمول انتستاينال او كده هيبقى عندنا ريبيتد فوميتنج. الحته اللي هي اوبستراكتد طبعا هيبقى ما عنديش فيها ساوندز، وهيبقى عندي ديستنشن بروكسيمال ليها، طبعا هبان في البلين اكس راي وهبان طبعا في السي تي. في الاكس راي هلاقي ابدومينال اير فلويد ليفلز نتيجه طبعا الاكيوميليشن اوف السكريشنز اللي موجوده في هذا المكان، بالاضافه الى الجاز المحبوسه بسبب الاوبستراكشن. السبب اللي بعد كده اللي هو الاكيوت بانكرياتايتس هيعمل لي ايبيجاستريك بين، وطبعا هيسمع في الباك وهيقل جدا جدا لما العيان يبقى ليننج فورورد، وممكن طبعا يبقى معاه نوزيا وفوميتنج. طبعا لو سيفير بانكرياتايتس ممكن يبقى معاه شوك وجاردنج وريجيديتي، وممكن يبقى معاه حاجه اسمها هيموراجيك بانكرياتايتس، فيبقى عندي تشينج اوف كلر اوف السكين اوف الابدومين، وممكن يبقى عندي بروزز. وطبعا الدياجنوستيك تيست ان انا بعمل حاجه اسمها الاميليز واللايبيز هلاقيهم عاليين جدا، او هعمل طبعا مور سبيسيفيك ان انا اعمل سي تي هلاقي طبعا المانيفستيشنز بتاعت الاكيوت بانكرياتايتس، وليها سكور معين عارفينه بتوع الاشعه. طبعا الرينال كوليك من اسمه هو كوليك،
وموجود في اللوين وممكن يسمع في الجروين، ومهم جدا 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 انه ممكن يسمع في الجينيتاليا. يعني العيان الميل يقول لك انا حاسس ان البين ده مسمع في التيب بتاع البينس او في البينس عموما، والفيميل تقول لك انا حاسه انه مسمع عندي تحت في الفاجينا، مسمع عندي تحت في الاكسترنال يعني جينيتال بارت بتاعتها، او حاسه ان الوجع مسمع عندي من تحت في البلفس. طبعا بيقل مع الموفينج، وطبعا ممكن يبقى معاه نوزيا وفوميتنج، وممكن فريكوانسي اوف اكتريشن، ممكن يبقى معاه هيماتوريا. وطبعا لازم برضو نقول ان ايضا الرينال كوليك از وان اوف ذا سيفيرست بينز. اذا احنا دلوقتي اتكلمنا على اثنين من السيفيرست بينز اللي هي البيلياري كوليك والرينال كوليك. عشان بقى بكملت لكم بقى، طبعا السيفيرست بينز هي طبعا الدنتال بينز، واخيرا طبعا هو المالجنانت بينز. تمام، اذا احنا كده قلنا الاسباب السيرجيكال كوزز اوف اكيوت ابدومين. طيب زي ما احنا قلنا ممكن يبقى عندي سيمتومز، يعني سيمتومز العيان يشتكي منها وتكون ريليتد للابدومين. زي العيانين بتوع الكرونيك اتش سي في ممكن يشتكوا باكسترا هيباتيك مانيفستيشن، يجوا بقى بحاجات بقى في السكين، يجوا بقى على شكل هيموليتيك انيميا، يجوا على شكل حاجات في الاي، يجوا على شكل ارثرايتس، بولي ارثرايتس نتيجه ريليتد للاتش سي في. كذلك ايضا الاتش بي في برضو ليها اكسترا هيباتيك مانيفستيشنز، زي يجي لهم بولي ارثرايتس نودوزا، يجي لهم رينال انفكشن، ممكن يجي لهم حاجه اسمها اريثيما نودوزا، حاجات بهذا الشكل. كذلك برضو العينين بتوع الانفلاماتري باول ديزيز اللي هم الالسرتيف كولايتس والكرونز ديزيز، ممكن يجي لهم اكسترا انتستينال مانيفستيشنز. زي ايه؟ زي برضو ممكن يجي لهم اوكيولار افكشن، افكشن في حاجات في الاي، يشتكوا بشكاوي في العينين، او يجي لهم مثلا ألسرز في الماوث، او ممكن يشتكوا بحاجات برضو في السكين، او ممكن يشتكوا طبعا بحاجات افكتنج الجوينتس، برضو يجي لهم ارثرايتس. برضو المال ابزوربشن، احاول ان انا اسال على اسباب يعني للمال ابزوربشن، والاهم من ده ان انا احاول ان انا ادور على الافكتس بتاعت المال ابزوربشن، اللي هي مثلا الايفكت بتاعت الفيتامين ديفيشنسيز وحاجات بهذا الشكل. كده نبقى احنا طبعا وصلنا لنهايه السيمتوماتولوجي والاناليسيس بتاعت السيمتومز بتاع عينين الجاسترو، بتوع عينين سوري الابدومينال اكزامينيشن. طبعا اذا اي